معنا ايضا العميد خالد عكاشه مدير مركز القاهره للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اذا نجحت مصر في التوصل لهدنه، كل الانباء تتحدث عن هدوء في قطاع غزه مع دخول الهدنه حيز التنفيذ، رغم انه الدقائق القليله السابقه كان فيها ترشقات للصواريخ وكان فيها صفارات للانذار وكان في برضه عدوان اسرائيلي من الجانب الاخر، وكان كل طرف كان عايز يعني يدخل الهدنة محققا أكبر مكاسب. ما هي عناصر الهدنة سيادة العميد؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك أستاذة لميس والأستاذة المتابعين ومشاهدينا جميعا. يعني أعتقد أن احنا وصلنا إلى نقطة نجاح مصرية متميزة الحقيقة، ونحن نتحدث عن نجاح وساطة مصرية ربما بدأت منذ اللحظة الأولى في موقف شائك، في موقف شديد التعقيد. الجانب الإسرائيلي كان يريد أن يذهب إلى أقصى مدى ممكن إلى مساحات الحرب المفتوحة مع الجانب الفلسطيني. أعتقد أن مصر كعادتها استطاعت أن تقدم درجة متقدمة من الحماية، خاصة ونحن نتحدث عن وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ 11 دقيقة الآن. عناصره تتلخص في أن بموافقة الطرفين تعلن مصر وقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في تمام العاشرة من مساء 13/5. بناء على ذلك هيتم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار اللي هيشمل وقف استهداف المدنيين وهدم المنازل وأيضا استهداف الأفراد، وهي نقطة في غاية الأهمية، وذلك فور البدء في تنفيذ وقف إطلاق النار. مصر بتحث الطرفين بالطبع باعتبارها هي وسيط انهاء هذه الجوله من جولات التصعيد على تطبيق كافه بنود هذا الاتفاق، وتعمل على متابعه ذلك بالتواصل مع الطرفين. احنا هنا قدام يعني نجاح مصري في حمايه المدنيين الذين كانوا يدفعون الفاتوره الباهظه من الجانب الفلسطيني، والمنازل التي تعرضت الى قصف الطائرات الاسرائيليه والمسيرات وغيرها. اعتقد ان يعني وفق هذا الاتفاق وهذه الهدنه التي بدات منذ 12 دقيقه، اعتقد ان سياج من الحمايه قد طال هذه البلدات الفلسطينية، وأظن أن الجانب الإسرائيلي سيكون حريصا كي يثبت بأنه متوافق مع هذه البنود التي أعلن موافقته عليها بعد هذا الماراثون التفاوضي الذي قادته مصر بنجاح وبشكل رصين، وتمكنت من انتزاع هذا الاتفاق الذي ظن الكثيرون الحقيقة لغاية ظهيرة هذا اليوم بأنه صعب المنال. صحيح. صحيح، يعني كان هناك سيادة العميد كان هناك انباء انه مصر خلاص سحبت ايدها وانها لن تستمر في التفاوض مع الطرفين، لانها اولا غاضبه من يعني اسرائيل للتصعيد الاسرائيلي، وانه اسرائيل لا تريد وقف عمليه الاغتيالات، وكان هناك زي ما برضو عرفنا من بعض الانباء يعني كذا اوفر او كذا يعني مسوده اتفاق. هل فعلا كان في عدد من مسودات اتفاق؟ هل مثلا شلنا لفظ الاغتيالات باستهداف الافراد؟ معلوماتك ايه؟ يعني اعتقد ان عمليات التفاوض والوساطه يجري فيها هذه الامور التي تتحدثين عنها حضرتك، امر بيبقى شاق للغايه، حديث مع طرفين، حديث تحت النار، الاشتباكات والضحايا كانوا يسقطون على مدار الساعة أثناء عمليات التفاوض وتوفيق وجهات النظر ومحاولة فرض شروط طرف على طرف آخر، وتراجع من الجانب الإسرائيلي في كثير من الأحيان. أعتقد التحفظات المصرية كانت حاضرة من اللحظة الأولى، كانت مصر تريد أن تخرج باتفاقية تحمي الشعب الفلسطيني والحق الفلسطيني و الأرواح الفلسطينية. وأظن أننا عندما نصل إلى هدنة وإلى وقف إطلاق نار بهذه الصيغة، فأظن أن الهدف المصري قد تحقق أخيرا، لكن تظل أن هناك عمل شاق قد بذل. توفيق وجهات النظر والخروج باتفاقية
تنص على انها جاءت بموافقه الطرفين، اذا الطرفين وضع على انفسهما هذا الالتزام على الاقل امام الدوله المصريه التي تراقب هذا الوضع عن كثب، وتحذر من اي خرق لهذه البنود كي لا تعود الامور الى نقطه الصفر، وهي حريصه على الا تعود على هذه الشاكله مره اخرى. مساله تغيير الصياغات او توفيق الصياغات وفق ما تصل اليه النتيجه النهائيه، هذا امر مقبول وامر ايضا يدل على براعه المفاوض المصري والوسيط المصري والمامه الكامل بكل تفاصيل ودقائق وتعقيدات مثل هذا الصراع التاريخي. ليست هي المرة الأولى التي تقوم مصر بعمليات وساطة ما بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي طبعا. هي تريد أن تنجز منجزا حقيقيا على الأرض، لا علاقة له بالأكلاشيهات الإعلامية عفوا هنا أو هناك، لكن هي تريد عملية مستدامة على الأرض. وأظن أن هذه الصيغة انتزعت أيضا النجاح في هذا الهدف، وهذا يحسب إلى الجانب المصري دون شك، ويترجم حجم الثقة التي تتمتع بها الإدارة المصرية لدى كافة الأطراف، أطراف الصراع وأيضا الأطراف الدولية والإقليمية التي أشادت بهذا الإنجاز المصري. طب خلينا بس نقول إن الجيش الإسرائيلي بيقول إنه بيهاجم أهداف في قطاع غزة حاليا، وده يعني بعض الأنباء المتواترة إنه الجيش الإسرائيلي يقول إنه يهاجم أهدافا في قطاع غزة. لما نشوف يعني هل ماذا يعني ذلك، ولكننا ننتظر بيانا مرتقبا للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية. وكانت هناك أنباء أيضا أن رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي قد التقى يوم الخميس مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل في القاهرة. ماذا بعد سيادة العميد؟ يعني ماذا بعد؟ ماذا ننتظر؟ يعني أعتقد المراقب للساعة الأخيرة قبل وقف إطلاق النار، نرصد ثلاث رشقات صاروخية خرجت من قطاع غزة باتجاه مدن ومستوطنات غلاف غزة من قبل فصائل المقاومة، وأظن أنه فصيل الجهاد المسؤول عن إطلاق هذه الرشقات. هذا نوع من أنواع الردع الاستباقي من الفصائل كي لا ترتكب إسرائيل عملية اغتيالات أو استهدافات في اللحظات الأخيرة كما اعتدنا من الجانب الإسرائيلي. هناك عملية كبرى ترتكبها في الساعات أو اللحظات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار. أظن في هذه الجولة لجأت حركة الجهاد إلى ضربة استباقية. أظن أن ما ينشر الآن حول استهداف من جانب الجيش الإسرائيلي هو رد على هذه الضربة الفلسطينية الاستباقية. لا أتوقع أن يتصاعد الأمر سوى هذه التجاذبات أو التبادلات التي سرعان ما ستتجاوب مع عملية وقف إطلاق النار وستهدأ الأمور، لكن المراقبة والتحسب موجود بشكل عن كثب، ومصر بتراقب أي خرق أو أي ما يمكن أن يجهد هذا الاتفاق، ولا أظنها ستسمح بإجهاضه. الجهد المصري جهد متميز ويجب الحفاظ عليه. هناك حجم كبير من الآمال حول أن يكون القادم له علاقة بأفق جديد في عمليات التوافق ما بين الجانب الفلسطيني يعني والإسرائيلي. يعني هذه الهدنة سيادة العميد دي مدتها قد إيه؟ يعني بنتكلم في هدنة من 3 لـ 7 أيام، ولا هدنة مؤقتة، ولا هدنة يعني التفاصيل؟ يعني وفق البيان الصادر لا يوجد توقيت، إذا نحن أمام إعلان للنجاح في وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار شامل وكامل. بالضبط، ولذلك نتحدث إلى أنه من الممكن البناء عليه وأن يكون هناك ما بعده، أن يكون هناك بالفعل أطروحات. هذه تجربة كانت تجربة قاسية على كافة الأطراف، كما نجحت مصر في الوصول إلى وقف إطلاق النار يمكنها أن تدير عملية سلام تأخرت طويلا، وعملية أحاديث سياسية، توافقات سياسية، لأن الملف معبأ ومعبأ بالتحديات يمكن أن تعمل عليه مصر خلال الفترة القادمة في حال صدقت النوايا واستقر وقف إطلاق النار وعاد الهدوء مرة أخرى كي يسمح
بالمضي قدما في جهد سياسي يتوافق مع هذا الجهد الذي بذل خلال الأيام الماضية وكل البرنامج. شكرا سيادة العميد خالد عكاشة، مدير مركز القاهرة للفكر والدراسات الاستراتيجية.